فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم، وهذا مقطع عظيم من مقطع هذه الخطبة المباركة، وهي مسألة النساء التي هي مشكلة العصور، وهي فتنة الأجيال. فإن النساء فيهن فتنة عظيمة للرجال، لما جبل الله الرجال على الميول الشهواني إلى النساء، فالله خلق النساء وخلق الرجال، خلق الزوجين من أجل بقاء النسل، ورتب لذلك طرقا شرعية أو طريقا شرعيا هو الزواج بالحلال، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويسمى هذا بالسفاح والعياذ بالله، وهو إخراج المني بغير فائدة بل بمضرة، أو الاستمتاع بإخراج الشهوة بغير موضعها وبغير الحرف الذي جعله الله للنسل، فهذا يسمى بالسفاح وهو الضائع الذي لا خير فيه. فالنساء لكونهن فتنة ويتجملن ويتزين ويتعرضن ويخالطن الرجال، فهن فتنة عظيمة مع ما جبل الله الرجال من الميل إلى النساء، لا سيما الشباب بقوة الشهوة وتزيين النفس والشيطان، فهن أخطر فتنة على المجتمعات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا كان الإسلام يحافظ على النساء محافظة تامة، خوفا من الافتتان والفاحشة وضياع الأنساب واختلاط الأنساب، فلذلك وضع ضوابط تصون المرأة، منها أن الله شرع لها البقاء في البيت، وقرن في بيوتكن، فهي تبقى في بيتها، هذا هو الأصل، وإنما تخرج لحاجتها بضوابط شرعية مأمونة ثم ترجع إلى بيتها. وكذلك نهاها الله عن التبرج، وهو الخروج بالزينة والطيب. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأمرهن بالحجاب، وهو ستر الجسم عند الرجال بجميعه بما في ذلك الوجه والكفان وجميع الجسم. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. ونهى صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة وحدها بدون محرم، ونهى عن خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها، فقال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ونهى عن اختلاط النساء بالرجال، وشرع أن المرأة تصلي خلف الرجال ولا تختلط بصفوف الرجال، ومع ذلك قال: بيوتهن خير لهن. فالشارع وضع ضوابط لهذه المرأة لئلا تصبح فتنة وشرا على المجتمع إذا أفلتت من هذه الضوابط أو من بعضها. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من فتنتها في حجة الوداع،